وللحديث عن تطورات الأوضاع في اليمن في ظل انتشار وباء كورونا، معنا من إسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي. مرحبا بك معنا. مرحبا بك أخي العزيز، تحية لك والمشاهدين، وعيدكم مبارك، وتمنياتنا للأمتين العربية والإسلامية بأعياد خير وسلام إن شاء الله، وأنتم بألف خير إن شاء الله. ميليشيا الحوثي كما تلاحظون تخرق مجددا الهدنة الإنسانية في اليمن، أليست بذلك هي المسؤولة عن مأساة الشعب اليمني المتجددة، وخاصة في ظل وجود جائحة كورونا؟ الحقيقة أن المأساة اليمنية أساسها وجذر المشكلة في اليمن هو ميليشيا الحوثيين، هذه الميليشيا التي جرت البلاد قبل 6 سنوات إلى أتون هذه الحرب بانقلابها على السلطة الشرعية ومحاولة رهن البلد للمشروع الإيراني التدميري، وجعل اليمن يعني قاعدة انطلاق لإيذاء المحيط الإقليمي والإضرار بالأمن القومي العربي والخليجي. عندما اجتاحت الميليشيا الحوثية يعني المدن اليمنية وبسطت سيطرتها بقوة السلاح والعنف على مؤسسات الدولة، فقد عمدت أيضا إلى نهب كل مقدرات البلاد وتسخيرها لمجهودها الحربي، وحرمت السكان والقطاعات الخدمات الأساسية من الموازنات ومن أبسط الحقوق والخدمات، وبالتالي غرق البلد في حرب وفي نفس الوقت أيضا في غياب تام لأي خدمات أساسية، وبالتالي مع إطالة أمد الحرب والنزاع جرى تدمير البنى التحتية للقطاعات الخدمية الأساسية بما في ذلك القطاع الصحي. واليوم اليمنيون يعانون أولا غياب الدولة ومؤسساتها، ويعانون حرب وانتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثيين الطائفية، هذه الميليشيا الإجرامية التي سامت اليمنيين سوء العذاب وأفسدت في الأرض وأهلكت الحرث والنسل وفاقمت كل مآسي البلاد على هذا النحو. اليوم اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية بحسب تقييم الوكالات التابعة للأمم المتحدة، حتى أيضا العمل الإغاثي والإنساني للمنظمات الأممية والمنظمات الإغاثية والإنسانية أصبح لم يعد. لماذا لا تدفع كل هذه الظروف وهذه المآسي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة تجاه اليمن؟ للأسف الشديد يبدو أن بعض الفاعلين الدوليين والإقليميين ذهبوا باتجاه حسابات أخرى لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني وبالمآسي التي يتجرعها اليمنيون. هذه الحسابات ألقت بظلالها أولا على إطالة أمد الصراع في البلاد، وتناسلت حروب عدة من الحرب الأساسية التي كان يفترض أن تؤدي إلى إعادة الشرعية في البلاد واستعادة الدولة، بل أدى أحيانا كثير من التدخل، أدى التدخل الخارجي كثيرا إلى يعني مزيد من المآسي وتعقيد الوضع أكثر للأسف الشديد. ويبدو أن هذه الحسابات الضيقة والحسابات التي لا تكترث لمآسي اليمنيين ومعاناتهم ما زالت مستمرة أيضا حتى هذه اللحظة. للأسف الشديد كان يعني المجتمع الدولي يتعامل بسياسة التدليل مع الميليشيا الحوثية بنوع من الازدواجية المعايير، غض الطرف عن كافة القرارات والمرجعيات التي أكدت على حق اليمنيين في استعادة دولتهم وبضرورة إسقاط الانقلاب. وبالتالي هذا التغاضي أثر بشكل كبير على القطاع، على الوضع المعيشي والإنساني، ولا زال هذا السلوك وهذه السياسة التي تتعامى عن جرائم الميليشيا الحوثية وعن قسوتها في التعامل مع المجتمع وعن عدم التزام هذه الميليشيا أيضا حتى بالاتفاقيات التي تمت في جولات الحوار السابقة. فيما يتعلق بفيروس كورونا وهذه الجائحة التي لا شك أنها وصلت اليمن مع الأسف، ولا يعرف مدى انتشار الفيروس في اليمن كما صرحت منظمة الصحة العالمية، كيف سيكون تأثير الفيروس لا قدر الله لو انتشر في أوضاع اليمن الصحية وفي المنظومة الطبية الموجودة هناك؟
الوضع بالفعل في غاية السوء للأسف الشديد. الثقة فقط بعناية الله عز وجل أن ينقذ الشعب اليمني من هذه البلايا المتراكمة والمتفاقمة. القطاع الصحي بالفعل منهار تماما. الميليشيا الحوثية كما قلت في بداية حديثي عمدت إلى نهب موازنات الدولة الخاصة بالقطاع الصحي والتعليمي والخدمات الأساسية. واليوم العديد الآلاف بل مئات الآلاف من موظفي الدولة من دون مرتبات ويعانون وضعا اقتصاديا ومعيشيا صعبا للغاية، بما في ذلك أيضا الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات. كثير من المستشفيات تعرضت للتدمير بسبب القصف، وبعضها أيضا تم تسخير المباني للعمليات العسكرية لميليشيا الحوثيين نفسها. وبالتالي هذا يعني وضع قاتم للغاية. اليوم نتحدث عن مخاطر تفشي فيروس كورونا في البلاد في ظل هذا الوضع الصعب للغاية. الوزارة الصحة أعلنت عن تسجيل اليوم 10 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 222، بينها 42 حالة وفاة. وأيضا هذا في المناطق التي لا تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثيين. أما في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية والتي تتكتم عن الواقع هناك وعن حالات الإصابة كجزء من السلوك أيضا الذي أفادته من إيران بتبعيتها لإيران، تتكتم على الحالات الحقيقية الموجودة، لكن بعض المعلومات تشير إلى وجود أكثر من 2600 حالة إصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لوحدها، وهناك نحو 320 حالة وفاة في صفوف المواطنين. ربما تعمد الميليشيا إلى هذا السلوك من أجل استمرار عدوانها وحربها وحشدها للمقاتلين إلى الجبهات. لم تكف يوما ميليشيا الحوثيين عن حربها على المجتمع اليمني حتى في هذه الظروف القاسية وفي ظل المخاطر من استمرار تفشي وباء كورونا. أخيرا أستاذ محمد، هل ما تزال فرص نجاح الحل السياسي ضئيلة؟ للأسف كما قلت قبل قليل، في ظل سياسة المجتمع الدولي وأيضا بعض الفاعلين في المحيط الإقليمي في تدليل هذه الميليشيا والذهاب باتجاه حسابات سياسية لتنفيذ مطامع في الجغرافيا اليمنية، لا يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية على قرب حل سياسي. وأيضا للأسف في ظل تعنت الميليشيا الحوثية وعدم انخراطها بجدية وحسن نية في إنهاء هذا النزاع وفي يعني وضع حد لحربها وعدوانها وجرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، الكثير من الفاعلين الدوليين أيضا لا يراعون إشكالية حقيقية في تتعلق بثقافة هذه الميليشيا ونزوعها نحو العنصرية والمفاهيم العنصرية السلالية. هذه المشكلة الثقافية التغاضي عنها يعني هو جزء من غياب الحل الحقيقي، لأنه في حال استمرت هذه الميليشيا كسلطة أمر واقع في مناطق الكثافة السكانية فهي تعمل على توطين مشروعها الطائفي والعنصري والفاشي. يجب تجريم الثقافة الفاشية لهذه الميليشيا مثلما جرم العالم النازي من قبل. هذا هو هذه الخطوة الأولى لاستعادة السلام الدائم من اليمن ووضع حد للحرب. من إسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لك.